أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. في الواقع اليوم ضيفنا الأستاذ وديع طامة، وهو بصراحة يعني ضيف مميز يعني. وأنا مثل ما بتعرف وما بعرف المقدمات، وهو ما بيحب المقدمات، فهذا الشيء المشترك الجيد بيناتنا أظن. وانا من احنا بنعتذر على التاخير 5 دقائق كمان على البث المباشر، يعني المفروض نكون قبل 5 دقائق، بس في عندنا مشكله بالصوره عند الاخ وديع، فمشان هيك تاخرنا، واظن الحلقه هي راح تكون بدون صوره. يعني بنحاول نحن قدر الامكان انه تكون الصوره تكون واضحه. خلونا نرحب اول شيء بالاخ وديع. اهلا وسهلا فيك اخي وديع. أهلا فيك صديقي جان، اهلا وسهلا وحشني. فيك. وديع، نحن تعودنا بالبرنامج يعني بطاقة تعريفية بسيطة عن الضيف، فعلو هيك تعرفنا على حضرتك إذا سمحت. تفضل. صديقي أول شيء بشكرك على هالدعوة، ثاني شيء يعني مثل ما قلت أنت بالعادة بتبلش بطاقة تعريف للحوار، بس بهالسؤال من هو فلان؟ وخد على تأليه بعدها، حتى نحن بنعملها بحواراتنا مع بعض الناس بصوت العقل، رغم اني برفضها كشخص، بس اذا ما عملنا هيك ما حدا بيقبل بالحوار معنا، كلهم طبعا بده نفش. طيب انا كقارئ يعني انا شو بدي برب فلان وشو عادات فلان واملاك فلان وسيارات فلان وشو اكل وشو شرب؟ انا بدي اسمع الشيء اللي راح يقوله عن الموضوع اللي لفت نظري. يعني اذا كان العنوان عن الخيار، فانا داخل المقال او الفيديو لحتى اشوف شو قصه الخيار، مو قصه الجرجير يعني. والموضوع على الالقاب هذا كلياته بشكل فارق طبقه بين الناس، لدرجه ان اغلب الناس بتمل وبتبطل تسمع، لانه اي نصيحه راح تعطيها لغيرنا راح يقول له انا ما فيني اعمل هيك، لانه هالكاتب الفذ الفيلسوف العملاق هالقصص هاي هو نجح لانه فيلسوف لانه اله، بس انا ماني هيك. ذكاء ما انت عم تعطي عم توحي للناس بانك انا فيني بس انت ما فيك، وهذا خطا. اللي بحب وصله للناس انه بينها في فارق وحيد، اذا شايفني انه افضل منك بيكون في فرق زمني فقط، لاني انا مثلك بالضبط، ما بختلف عنك شيء، انا فقط سبقتك بالشيء اللي بتشوفه انت عندي شيء منيح. هالشيء ما انه ناتج لاني فيلسوف او كاتب او بطيء، بل لاني اتخذت القرار بالمضي نحو الهدف اللي انا بدي اياه، لهيك بسميه فرق زمني. واي واحد بيقدر يعمل هالخطوه هاي. وأظن فارق ظروف، يعني كمان كل إنسان حسب ظروفه. يعني في ناس ظروف ما بتسمح لهم، وفي أعماق الإنسان حسب تطلعاته كمان وحسب الظروف الموجودة المتاحة. يعني إذا شو رأيك؟ انا برفض هالمبدا او هالحجه هاي، برفضها. انا ماني جاي من عائله غنيه او منطقه رائعه ومدينه وسيارات، انا يعني من الناس المعدومين. ليش لحتى اكون انا افضل من فلان ولا علان؟ كل الناس الحالي ما بتاثر، بالعكس كل ما زاد فقرك وزاد قهرك وزاد مشاكلك لازم هالقصص هاي تعطيك دافع لانك تنطلق للامام، تغير لتبحث عن حل. أكيد أكيد أكيد. طيب أخي وديع، يعني الموضوعنا اليوم هو يعني بصراحة موضوع كبير، يعني ما بين الحب والأديان. أنت كوديع ليش، شو هي الأسباب اللي خلتك تختار هالموضوع هذا بالذات؟ يعني نحكي فيها كبداية، يعني مثلا اخترت بداية حلقاتنا. نحن طبعا راح نسوي أكثر من حلقة، وأظن حلقاتنا مطولة مع وديع، فليش اخترت هالموضوع تبدأ فيه، الحب ما بين الحب والأديان؟ تفضل. صديقي ببساطة، لأن عكس الدين أبدا منه الإلحاد بل هو الحب، وعكس الحب أبدا منه الكراهية بل الدين. يعني عمرك سمعت عن دين بيشجع عن الحب؟ بصراحة أنا لم أسمع عن دين يحرض على غير على المعاداة. يعني أنا يعني مثل ما بتعرف نشوف أخواننا المسلمين يعني يقولوا الإسلام دين محبة وسلام، والمسيحيين يقول
يعني يدعونا للحب، وأظن كل الأديان اليهودية المسيحية كل فكر ديني هو يدعو للحب يعني. ف شو أنت شو كيف بتصنف هالمسائل هاي؟ اكيد انت مانك مقتنع بهالكلام، انت عم تردد بس، عم تعطي راي الشخص المؤمن شو اللي راح يقوله هو. عزيزي نحن طبعا المقصود هون هو العشق، الحب بين امراه ورجل، مو الحب الغريزه اللي بيحمل اسم المحبه. هي غريزه بالانسان، لان الانسان كائن اعتيادي. لما يعني انا لما بعتاد على الشخص وبتاقلم معه، وطالما انا على توافق معه راح نكون سوا بحاله محبه. وجميع الاديان مثل ما قلت انت بتشجع على المحبة بس ضمن النطاق العنصري. يعني اليهودي ما بيحب إلا اليهودي، والمسلم لازم يحب أخوه المسلم، والمسيحي نفس الشيء. يعني عندك كمان لك المسلمين بيقولوا عن دينهم دين محبة، ومدري من الأصل مو محبة، دين سلام. بس عندك المسيحيين اللي أكثر شيء بيتغنوا بهالمصطلح هذا، في بدليل هلا يعني أي واحد مسيحي راح يسمعنا راح يقول لك ما المسيح قال أحبوا أعدائكم. بس طيب بنفس الوقت قال لتلاميذه أي مدينة لا تقبلكم أخرجوا منها وانفضوا غبار أرجوكم لتكون شاهدة عليكم. يعني وين الحب بالموضوع؟ يعني إنه إذا قبلتني قبلت رسالتي أوكي نحن بنحبك، أنت كنت عدوة وهلأ صرنا أخوة. طيب إذا ما قبلتني أنا صرت عدوة. وعلى النقيض التام يعني للحب، الأديان بتعتبر الحب زنا، لأن الأديان بتشوف أما زواج تشوف حالتين، أما زواج أو طلاق ما في حب بقواميسها. يعني شو علاقة الحب بالزواج؟ هاي نقطة كتير مهمة. يعني الحب مشاعر جميلة بنحملها لحدا بيمس نصف روحنا، مشاعر الرغبة فيه، بالرغبة بالجلوس معه، بالنوم معه، بالطيران معه، بالبكاء معه، بمشاركته بأي شيء. بينما الزواج مؤسسة دينية بحتة قائمة على قوانين وفروض مثل أي مؤسسة بالدولة. عندك بالأخص الإسلام بيفصلها بشكل بدوي مثير للقرف، يعني تفاصيل جنسية قبيحة وقوانين يعني بتنفرض على المرأة. يعني لازم تتبع التعليمات الإسلامية واليهودية اتجاه مرتك بحذافيرها، وما بهم شعورك اتجاه الحبيبي. يعني قوانين، والقوانين يعني بحسب أرسطو اللي قالها من 5000 سنة، القانون منطق خالي من العاطفة. طبعا هون ان الاسلام مسيحي، طبعا المسيحيه الاسلام واليهوديه، المسيحيه مش افضل. المسيحيه اما متزوج او زاني، يعني مو مطلق، زاني. من طلق يعني ما بيجي بالكتاب من طلق امرته الا لعله الزنا جعلها تزني، ومن يتزوج بمطلقه فهو زاني. طيب ليش؟ بل كانت زوجت امراه فاضله بالمفهوم الديني نفسه، وانا طلعت سكرجه عرسه عنيف اي شيء، لازم تتحملني بحسب الدين، وإلا فهي زانية إذا طلقتني. طيب بلكي هالكائن أو أنا نقلبها المعادلة، إذا أنا تزوجت وحدة ما بتمت لإلي بالأفكار أو بالتصرفات بأي صلة. طبعا رح يقول ليش تزوجتها؟ ما كله رح يتنكر، بما أنه ما في حب بداية بالعلاقات ممنوع، رح يكون في ارتباط رسمي، والارتباط الرسمي كله رح يلبسوا أقنعة. طيب إذا ما في تواصل بيننا، ما في شيء، ما بنشبه بعضنا، بدي أتحملها مشان ما أجعل منها زانية إذا طلقتها، وحتى لا أجعل من حدا زاني إذا توافق معه وحبها أو حتى تزوجها على نفس الدين. يعني بنضل بحالات ما في الدين زواج أو زنا. مشان هيك الدين هو النقيض للحب، ولهيك المتدين ما بيحب، ولهيك بيتزوج بالمفهوم الصحيح لهالفعل اللي عم بيعملوه المؤمنين هو التزاوج. وهي مثل ما بتعرف التزاوج أفعال حيوانية، طيب فالإسلام عندك مصيبة. وديع وديع، يعني اليوم انت قلت لي انه الزواج هو انتاج ديني، يعني هذا اللي فهمته اقل شيء. طيب هلا اليوم اذا انا عشقت وحده حبيتها بس بالنهايه بدي اتزوج، يعني ف يعني نتيجه الحب بنهايتها في زواج، يعني ما بتقدر تفصل الحب عن الزواج، يعني أنا هذا مفهومي، ما بعرف إذا في عندك. تفضل. الزواج بأي شرع؟
يعني مين اللي ليش اللي ليش لا انا لا اتزوج، يعني شو اللي بيغير على حياتي اذا انا تزوجت؟ يعني انا عايش مع وحدي متفق انا وياها وعايشين احلى حياة، شو اللي راح تغير لي اياه شقفة هالورقة المكتوب عليها تمتمات من عصر الغابر؟ صرنا بيجي واحد عرسة بيركب الأطفال كل يوم وبيجي بيقول لك أصبحت زوجين بمباركة الإله اللي ما حدا شافه. طيب شو غيرت علي أنا؟ تلاحظ إنه في ناس عم تعيش مع بعضها هون بأوروبا، ناس عم تعيش مع بعضها سنين، 20 سنة وثلاثين سنة وأربعين سنة، تخيل مجرد ما تزوجوا بيطلقوا. يعني ما بعرف شو السر بهالمؤسسة الفاشلة، إنه بس واحد يصير اسمه متزوج صار يبلش بالعدد التنازلي للطلاق. يعني هذا ما نو شرع إنسان الزواج. الحب هو اللي بيمكن الإنسان من الارتباط بالشخص والبقاء معه. أنا ما في الزواج هذا ما لا رح يقدم ولا رح يأخر من حياتي. أنا بالعكس عم يعقد لي إياها، لأنه أنا إذا بدي أرتبط بشخص برتبط لأني بحبه، وإذا بدي أضل معه لأني بحبه مش لأني متزوجه. ما راح يعطل شيء من حياتنا. هي المشكلة يعني الموروث هذا الموجود يعني طغى بصراحة، يعني سواها بشيء مثل من المسلمات، انه بالنهاية لازم يكون زواج وعلى الطريقة الدينية للأسف الشديد. طيب وديع، يعني اليوم رجال الدين بيتحكموا بأتباعهم من خلال العاطفة بصراحة، يعني اللي بتلاقي الشيخ ولا القسيس يبرك يجيش العواطف لصالح الدين ولا المجموعة هاي. برأيك يعني شو الفرق بين هالعواطف هاي، وهل من الممكن أن يستعمل رجال الدين عاطفة الحب للسيطرة على أتباعهم يعني ضمن الدين نفسه؟ صديق، العواطف اللي بيتحكم فيها رجال الدين بأتباعهم هي عواطف التوارث. يعني إذا جبنا غربي مش متربي على موروثات الدين الإسلامي أو نفرض خلينا على الإسلامي، وجبنا شيخ مش راح يقدر يتحكم فيه ويسيره كيف ما بده، لأن هالغربة مش متربي على هي العواطف اللي هي عواطف التوارث، عواطف الانتماء للشيء اللي ربل عليه الشخص واللي تعود واللي شافه واللي تعصب لأجله بسبب الجهل الجامعي بشكل عام. أما الحب، يعني وقت الحب هي كمان عاطفة، الدين عاطفي والحب عاطفي، كتبت عن الموضوع من زمان. الحب هو عاطفة الحاجة، الحاجة لحب آخر، لحب واهتمامه والحصول منه على سعادة للحياة. لهيك مستحيل على رجل دين في العالم انه يتحكم باتباعهم من خلال الحب، لانه بشكل عام الحب ما بيعرف لا عمره لا دين ولا لون ولا عرق ولا اي شيء. بيعرف انه هالشخص اللي جبته هو اللي قدامي اللي انا عم ابحث عنه كل عمري. وتخيل المصيبة لما بيجي لكلم هالشخص، المرأة اللي لقيت فيها اللي حركت فيها كل شيء، تطلع من غير ديني، وديني ما بيسمح لي اتزوجها، ولا دين بيسمح لاتباعه يتزوج من دين تاني. طيب وين الحب؟ هذا اكبر دليل على انه ما في الديانه ما بتعترف بحب، انه انت مو مسموح لك تتزوج بوحدي او تقترن بوحدي، تعيش مع وحدي لانك بتحبها فقط لانها من غير دين. طيب كيف يمكن لرجال الدين السيطره على اتباعه من خلال الحب؟ ما هو اذا قال رجل دين لاتباعه عيشوا الحب، ما هو عم يقول له عيش الالحاد. راح نحكي بها النقطة هاي، شو معنى وقت اللي بتقول لواحد عيش الحب، راح كيف راح يعيش الإلحاد. في نقطة، في استغلال من نوع آخر للحب بناحية الدين، هو استغلال رقمي. يعني ممكن نضيف شوية أرقام للدين من خلال الحب، السؤال كيف؟ هلا مثلا لما بيجي واحد مسلم على أوروبا وبيهم وحدة إنه بيحبها، بيهم طبعا امرأة مسيحية، هلا بالبداية ما بيحكي بدين ابدا، لا بيحكي بدين ولا بيحكي بعادات الاشياء، وانه شوفوا انا متحرر انا بعمل هيك. حتى هالقصص بتصير حتى بسوريا وصارت كتير. لما بيحس انه هل انسان تعلقت فيه لدرجة انه خلاص مستحيل تتركه،
بيصير بقى يكلمها عن الدين، انه انا ما فيني اتزوجك لانك مش مسلمه، ما فيني اجي اطلع انا وياك، حسيت بالذنب انه انا زاني والزاني بيدخل النار وهالقصص هاي. وهي المسكينه بتبيع اهلها ودينها وكل شيء تملكه لحتى لي تجتمع بحبيبها. لذلك بتصير بالمسلمه، بتصير مسلمه. بس هي حالي على فكرة حالي مؤقتة، يعني أنت كسبت رقم تضيفه للإسلام أو بالعكس بأوروبا للمسيحية، بس أنت أبدا ما كسبت مؤمن. وبالدليل أنه أي خلاف بسيط بيؤدي لانفصال، أول شيء بتعمله المرأة هو أنها تترك هالدين وتشلح الحجاب وترميه بالزبالة، معناه ما في سيطرة كاملة على الناس من خلال الحب. ونحن عم نحكي عن حالات فردية، عم نحكي عن رجل امرأة قدر يجيبها من خلال الحب، بس انت عم تحكي كرجل دين كمفتي الازهر ولا غيره وغيراته ما بيقدر يسيطر على مثل 1.5 مليار من خلال الحب. انا بحبكم حب بعض وهالقصص، ما بيقدر يسيطر عليهم، يسيطر عليهم بالعواطف المتوارثه انه نحن هذا مخالف لديننا وهذا كذا، بيكون يحركون هيك. ونفس الشيء بالمسيحيه ما بيقدروا يسيطروا على الناس بقدر الحب، لانه الحب مختلف كليا عن الدين. هون يا بصراحة يا وديع، يعني العواطف المتوارثة، يعني يا ريت فصلنا إياها بصراحة. أنا كثير يعني ماني مطلع كثير، أنا وشان المشاهدين يعني نستفيد من هالعواطف المتوارثة. يعني اليوم مثلا مثال، خلينا نقول في الشيعة يبكون على الحسين مع أنه لا شافوا الحسين ولا شافوا شيء من الحسين، ويبكون بحب الحسين ويبكون بحب محمد ويبكون بحب فلان وعلان، وهم ما لهم علاقة بهالحب، يعني هالحب المتوارث مثل ما قلت. يا ريت فصلنا فيها، تفضل. صديقي، وقت اللي كنت ب ب وقت اللي كنت مؤمن، انا بسميها وقت اللي كنت غبي عشان نحترم مشاعر شوي المؤمنين، لما كنت مؤمن اي شيء نقال لصالح ديني صدقه بدون ما اشوف اثباتات، صدقه لانه هيك تربيت، هذا الموروث اللي بملكه انا هو لصالحي، وشوف صدقي انه انا ولدت على الدين الصحيح وعلى الطائفه الصحيحه والبلد الصحيح. يعني أنا عندك الدين والوطني نفس الشيء. أنا كنت من الناس اللي بتنكر نظرية التطور بدون ما أرى ولا حرف منها، وأنا واثق إنه الناس كل المؤمنين بيرفضوا نظرية التطور مع إنه ولا واحد منهم فتح كلمة فيها. واللي بدي يقرأ نظرية التطور بده سنين. بقى نحن ما عم نحكي بموضوع فلسفي وعلم النفس، لأنه عندك علم النفس بيفصل لك كل حالة من حالات التدين بطريقة أخرى. لنفرض مثل الصلاة، الصلاة هي بعلم النفس الإيحاء الذاتي. يعني أنت عم تصلي، أنت كمؤمن عم تقعد بتصلي يا إلهي بكرة أمن لي عمل. بنفس الشيء بعلم النفس أنت عم توحي به الأساس أنه أنا بكرة بدي أعمل هيك وهيك، عم توحي لعقلك الباطني، والعقل الباطني هو المسؤول عن تصرفاتك. يعني نحن عم نتبع شو اللي ورثنا عليه، شو اللي ورثني اياه الوالد، هيك انا ربيت من الصغر على انه هالدين هو الصحيح. المسيح طار على الغيوم، محمد طار على الحمار على السماء، وعم الزيت عم يطلع من الصور وهالقصص هذه، مع انه ما في شيء بيتطابق مع العلم ولا في شيء بتقدر تثبته، ما في شيء مثبت. إذا بترجع لعلم الحفريات ما في شيء، ما في ذكر للقصص كلها. يعني شوف أنت البابليين والسومريين والآشوريين حتى اليونان، من اليونان يعني ما خلوا حرف، ما خلوا تصرف حتى بسيط من الشعوب إلا وما كانوا دونوه. ولقيت الناس كلها أحافير وبتحكي عن قصص وبلاوي، بس ما لقوا أدلة على وجود فلان وعلان، هالإله وهالنبي وهالزعبرة، ما في شيء بيدل عليه. ومع ذلك نحن متعصبين. نحن ما يعني أنا أول ما بذكر أول سنوات قريت لفراس سواح. فراس سواح اسم من أسماء العلم، من أسماء الفكر، من أسماء رب الفكر، هو رب الإثباتات. ومع ذلك أنا أول ما طلعت هيك عم أقرأ له
وإله التوراة وإله المسيحية وإله الإسلام وكذا، طلعت قلت شو ها، شو هالكافر، شو هالجاهل، هذا غبي، هذا ما بيفهم كلمتين. أنا هيك اللي ماني قريان كلمتين عم بقول عن فراس السواح. تتخيل يعني إنه مدى الموروث، مدى التعصب لهالموروثات اللي ماني فهمان منها شيء. على الأساس عم يتحكم فيها، بيجي رجل الدين بيتحكم بها الموروثات اللي نحن ربينا عليها، إنه نحن اللي خلقنا على الدين الصحيح، على الطائفة الصحيحة، أنتوا أهل الحق وأنتوا كذا وأنتوا كذا، والآخرين كلهم كذابين. ما عندك، لا نحن عم نحكي هلا شوي عن 3 أديان، عندك بالأرض أكثر من 3 مليون دين لحاله، بالهند مليونين وسبعمية ديانة. وطبعا هويك الديانات كمان بيعتبروا دياناتنا أرضية وهن دياناتهم سماوية. يعني نفس الزعبرة ونفس الكذب ونفس الهبل بكل أنحاء الأرض. وديع بصراحة أنا يعني في عندي سؤال خطر لي هيك فجأة، ما بعرف، الحب يعني بما أنه موضوعنا الحب، خلينا نبعد شوي عن الأديان. يعني الحب بذاته بحد ذاته، إذا قلنا مثلا من وجود الإنسان كعملية تطور، شو اللي خلى الحب ينولد؟ مثلا انا حتى بنلاقي بين الحيوانات في غريزة الحب، غريزة الحب بذاتها. يعني برأيك شو أسبابها؟ شو اللي خلى الحب يظهر؟ وطبعا موجود عند الإنسان بشكل، لأننا بشر نحن بنقول إنه بشكل أكبر، واحتمال يكون عند الحيوانات بشكل أكبر عندهم، بس نحن بما إنه نحن نوع ذاتنا بس فقط، ما نوع ذات الحيوانات البقية إلا بتجارب بسيطة يعني. فشو اللي بيخلي من عملية التطور هي يجي الحب؟ يعني عملية الحب وعملية التطور، شو الحاجة للتطور، حاجة التطور للحب، خلينا نقول. تفضل. في عندي مسودي لكتاب عنوانته الإنسان يحتاج لهذا يحب. الحب هو حاجة، أعطي إنك محتاج لتسد عقدة نقص ما، ربما هي الاهتمام، ربما هو الحب، عفوا الجنس، عفوا الهدايا، أو أي شيء، إنه أو حتى السيطرة. في كثير نساء بتحب لأجل السيطرة، إنه حدا يسيطر عليها، يحسسها إنه أنا كائن ضعيف وحدا بيهتم فيه وحدا بيأمرني وحدا كذا. هي نحن مشان نربط موضوع الحب بعده شوي مع الدين، نربطه مع الدين ونبعد شوي عن التفاسير المختلفة العلمية لها. شوف، من 5 6 آلاف سنة قال أرسطو: من يحب يصبح فجأة شاعر. فجأة أنت بتكون مالك أريان ومالك علاقة بالشعر، وخلاص حبيت بتصير شاعر، بتصير تبدع. ليش؟ الحب عم يولد عندنا أفكار خيالات. قبل المسيحية والإسلام واليهودية، يعني أو اليهودية يعني كانت بمنطقة محددة، ما كثير كان لها تأثير، مثل المسيحية وانتشارها وبعدين الإسلام وانتشاره. قبل الديانات كنا نشوف الملكة، كنا نشوف الشاعرة، وكانت الناس كله شغال بالأشعار، كان في يقعدوا يتحدوا بعضهم بالأشعار. إجا الدين، خاصة الإسلامي، ما بالمسيحية بالشرق الأوسط ما لحقت تفرض سيطرتها مثل ما فعلوا هون بالغرب، بأوروبا. إذا كان نتكلم شوي عن الإسلام بما أنه نحن من الشرق الأوسط، الإسلام وقت اللي فرض سيطرته على هالدول هي، اختفى شيء بمثل الحب بصلة. لا بقى في أشعار، لا بقى في ملوك، لا بقى في ملكي، عفوا، ما بقى في وجود للمرأة. انقضى على شيء اسمه حب، ونزرع مكانه الزواج أو الطلاق، وبعدين المكافآت لأنك تتبع هالقصص هي جنة حورياتها. ليش الحب؟ ليش بيحاربوا حاربوا الحب؟ بالتحديد لحتى الآن من 1400 سنة بيطلعوا الشيوخ بيحذروك من الحب، بيركزوا على عيد الفالنتاين.
لأنه أي حدا بحب راح يلحد أو راح يترك يترك الحب يتبع الدين. يعني يا إما حب يا إما دين، لأنك مجرد ما تحب أنت عم تطلق خيالك لأشياء ما تمد للدين بصلة. أنا بذكر بأول حالي إنه حسيت فيها بالحب وهيك بغريزة الإنسانية وهالقصص هاي، إنه اشتهيت وحدي، إنه اشتهيت طمة على صدري وبوسة وهالقصص هاي. ضليت شهر ما نايم الليل إنه مفكر حالي زنيت. تخيل إنه الدين عمل لي حالة اكتئاب وذنب وهالقصص هذه، يعني إنه جمدني خالص. وشو كان الحال؟ الحل الابتعاد عن الدين، عفوا الابتعاد عن الحب لاجل الدين، انه انا ما بدي اخسر الاله وما بدي اخسر، وبكره بيطلع لي وبيحولني لقرد وبيحولني لمدري شو. تخليت عن الحب لاجل الدين، وتخليت عن فكره انه الارتباط بشكل عام، حتى الزواج تخليت عنه لاني خلص اتفرغ نفسي لاجل الدين فقط. صير راهب، صير شيخ، صير حاخام، من هالقصص، انه المهم كرس نفسي لهالاله اللي هو بيعاد الحب. طيب وديع، يعني هلا الدين عموما، يعني خلينا بالاسلام، بما انه نحن خلفيتنا الاغلبيه مسلمين وجايين من الشرق الاوسط التعيس هذا، يعني الاسلام ليش مثلا حرم الحب؟ هلا انت قلت لي انه لما بتحب بيطلق عينانك، بس ما جاوبتني بصراحه انه ليش الاسلام حرم الحب؟ انت قلت انه بس حبيت ممكن تلحد، يعني هو ليش حط القوانين انه ممنوع الحب اصلا، يعني بدون، يعني حتى هلا اذا حبيت والاسلام ما حاطط قوانين تحريم الزنا، مسميه زنا وهالاشياء هاي، فراح تم ضمن الاسلام، يعني ما راح مثلا الاسلام محلل الحب والحب حلال وشيء كويس وانا حبيت، فما أظن أن أطلع خارج الإسلام وأصير ملحد، يعني ما أظن، يعني لأنه الإسلام هو حلل لي إياه، فبالأساس هو الدين هو حرم شيء حتى أجي أنا إذا حبيت، طبعا بدي أصير ضد الدين نفسه، فبالأساس ليش تحرم؟ يعني هل هو عائد مثلا للثقافة الصحراوية الموجودة، للجفاف الموجود كان بالصحراء العربية؟ تفضل. لا أبدا، ما بيعود للعرب. العرب كانوا شعراء، كانوا يكتبوا عن المرأة كتير. بيعود الموضوع للإسلام، ليش بيحرموا، ليش حرموا الحب حتى ضمن الزواج؟ أنت إذا متزوج ما فيك تحب مرتك. هلا بيجيبوا لك حديث من الأحاديث اللي عمرها 1000 سنة، بس أنت تبع القرآن ما في شيء بيحلل لك الحب حتى مع مرتك. علي الصوت واضربوهن واهجرن والقصص هاي. المرأة أقل من الرجل ب1000 درجة بالإسلام. انت بشكل طبيعي، بشكل انساني غريزه، متى ما بس حبيت شخص راح ترفعه لنفس المقام اللي انت فيه او حتى اعلى، راح تقله، راح تعتبره انه هو اللي بالنسبه لإلك كل شيء. طيب اذا مسلم حب امراه، رفض زوجته، ما يعني راح يرفض الايات اللي بتحرض على العنف ضد المراه، راح يساويها في بنفسه، او حتى اذا حب بنته راح يساويها بابنه، والشرع ضد هالقصص هاي. تخيل، يعني حتى الحب العائلة، انت كيف بدك تساوي امرأة حبيتها برجل، والدين الاسلامي بيقول لك الرجال قوامون على النساء. انت متى ما حبيتها هذا بشيء، ما فيك شيء تتحكم فيه. انت بس تحب شخص راح ترفعه سابع سماء. لذلك انت راح تقع بتناقض له اول مال واخر. الناس يعني في كتير اسلام بيحكوا لي هلا الحاليين اللي هن متخلين عن الدين حاليا، بيحكوا لي قصصهم انه انا حبيت هالامرأة، بس ما صرت اعيش تناقض. ما فيني اقلها مثل ما غريزتي عم تقول لي، ما فيني اعملها مثل ما بدها، ما فيني اعطيها حريتها، وانه هي انسانه كامله ولا لها الحق تشلح حجاب اذا ما بدها اياه،
تشتغل تحكي رأيها، ما فيني أعطيها إياه مع إني بحبها، بس ما فيني أسمح لها تعمل هالقصص لأنه بتعاكس الدين. لذلك أما راح تتبع الدين وتقضي على الحب اللي أنت فيه، أو راح تقضي على الدين لأجل الحب. وهون بصفي بقى راح تدخل بمراحل تناقض، راح تدخل بعراك مع بالذنب والآلهة والقصص، راح يكون بداية الطريق للبحث، بحث عن الحقيقة، إنه أكيد الإله، إنه الإله تاركني، تارك الجياع، الأطفال اللي عم يموتوا يوميا بالآلاف، والعواصف والطوفانات والقصص، ولحقني أنا لأني اشتهيت حبيبتي، اشتهيت بوسة لحبيبتي، ما يروح يشوف له شي شغلة أحسن. للأسف أخي وديع، يعني بصراحة يعني بيعجز اللسان عن التعبير بهيك موضوع، إنه مشارك كل يعني هالمصايب اللي عم بتصير بالأطفال بالناس بالبشرية كاملة، هل يعني المشاهد اللي عم نشوفها ولاحق إنسان عشقان، يعني هو العشق هو الحياة يعني أصلاً. طيب أعزائي أصدقائي، يعني بتمنى مشاركتكم، وأنا فتحت الخط سكايب إذا في حدا رايد يتصل يسوي تعليق يسأل سؤال. في عندي هون التعليق جاني على الموضوع هذا وديع من ام ام، بيقول: أنا أؤيد الأخ وديع، يجب علينا أن نتحرر من قيد الآباء عن طريق البحث عن الحبيبة والحق في ممارسة الجنس مع الحبيبة بدون زواج. سؤالي للأخ وديع: كيف يمكننا أن نخلص المسلمين من مصيبة شراء وبيع المرأة بين أسرة الرجل والمرأة عن طريق الزواج ودفع المهر الذي يصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات؟ وكيف تستطيع المرأة العربية أن تتحرر من أسر الآباء أو تبحث عن حبيبها بنفسها بدون إذن أهلها؟ وشكرا لكم، أخوكم جون. طبعا عم بحكي كمان رأيه الشخصي، ورأيي الشخصي أخي جان، إذا أردنا القضاء على الإسلام فما علينا إلا بنشر الحب وممارسة الجنس بدون زواج بين الرجال والنساء، عندها سينتهي وستدمر الإسلام لوحده إلى الأبد. تفضل أخي وديع. الموضوع كتير 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 متشعب وصعب. ليش؟ فينا نعمل هالحالات الفردية ورح نتعرض للرجم ورح نتعرض للآل اللي بيدمرك خاصة بهالمناطق المتخلفة، إذا ما رجموك وقتلوك ولا لبسوك ألف تهمة. المشكلة لحتى اللي تقدر تعمل للقصص وتجاهر بحبك تعيش فيه بالطرقات مع حبيبتك، تطلع بدون ما حد يلتفت عليك كأوروبا، لازم أول شيء يكون بلدك خالي من الدكتاتورية، وبهالتالي يكون في زواج مدني. ساعتها أنت خلصت من سيطرة الدين، يعني تزوجت مدني حبيتها بالطريقة، عشت معها، ما حدا بيقول له، ما بيقول لك وين أنت. بس كيف بدنا نعمل هالقصص هاي إذا أنا ما فيني سجل قيدي أنا عايش مع هالامرأة بسوريا؟ أنا ما بقدر أعيش مع هالامرأة لحالها لأنه ماني متزوج، ماني متزوجها. إذا عشت أنا وامرأة هون بأوروبا تزوجتها، وكسوري نازل عندي طرطيرة بسوريا وحب ورثها لابني، ما فيني سجل ابني لأنه نحن مو متزوجين، مو مسجلين زواجنا الديني، ما في زواج ديني. حتى لو انا متزوجة هون زواج مدني ما تتسجل، الولد بيتسجل ابن زنا. تخيل السفالة القانونية وسفالة الدين عم يسجلوا ابني انه ابن زنا، مرته بتصفي زانية، حبيبته بتصفي زانية، يعني هاي السفالة لها اول ما لها اخر. المشكلة هاي القصص المترابطة كلها مع بعضها، وكيف نحن راح نحصل على الحب لأنك تقدر توقف بالطريق مع حبيبتك. وأنا امبارح مدري أول امبارح شفت صفحة كلهم طلاب جامعات يا جان، كلهم طلاب جامعات، كل هذا حط قدو، هذا المحامي، هذا المهندس، هذا البطيخ، لا شغلي ولا عملي غير أقبح الكلمات بحق المرأة بالنسبة لألون، إنه أي بنت عم تروح على الجامعة وهدول ما نون سنة. تخيل عم حكيك عن طوائف صغيرة،
على اساس انه اكثر تحررا من سنها. اي وحده بالجامعه تركب بنظرون، بيجي لك هو بيكتب صاحب الصفحه بيكتب هاي التعليق، هاي بيجي لك شي 10,000 تعليق على البوست هذا. هذا اللي بيقول لك انا شفت العاهره الفلانيه اليوم مع صاحبه تحت الدرج، وانا كذا انا صورته، انا وقفت لهم بالطريق مشان ما حدا عطلت عليهم لهالعاهرين وهالكذا وهيك. وهي امبارح اليوم ماشيه هيك، واليوم مع وحدات لانه امبارح رفعت 7. اذا كان المتعلمين ببلدك بهذا المستوى، بقى انا شو بدي، ليش بدي اعتب على داعش اكل قلب فلان ولا رجم فلان ولا حرق فلان؟ ليش بدي اعتب على المحمد اللي رجم امه، اللي قتل امه؟ اذا في سفالة اجتماعية، في قوانين عنصرية، في دين عنصري، فتوقع حرب اضرب من اللي يعني الشيء اللي عم يصير سوريا. هذا مجرد رفاهية، مجرد رفاهية، لأنه إذا الناس هلأ كلها بدها تعلق ببعضها تنفلت بشكل عام، لأنه هلأ عندك داعش مخوف المعارضة. لذلك المعارضة ما عم تسترجع تشتغل مثل ما بدها، عم يشتغلوا على قوانين داعش، وعندك أتباع النظام بيتبعوا عم يشتغلوا على هوات النظام، بيخرجوا عنه شوي كذا على أتباعه. بس إذا هلأ راح راس الراس تبع داعش وراح الراس تبع النظام، الناس لا تاكل بعضها، لانه ما في شيء، ما في معنى اساس، نحن معنا ما في اساس لانك بدك تبني شيء صحيح. لازم تهدم كل القصص هاي لحتى لي تقدر تبني شيء، تبني مستقبل صحيح. في مثل بيقول، ما هو منو مثل، للفيلسوف بليز باسكال، بيقول لك الخروج عن الاعتدال انتهاك لحرمة الإنسانية. أعطيني اعتدال واحد في شرقنا كلياته، من الخليج للخليج للبطيخ. يعني عندك، وأهم شيء قبل ما نحن ننتقل لنقطة ثانية، لتهدم هالصرح اللي كانت على صدورنا كلياتنا، بحسب روبرت فروست وفيلسوف كمان، بيقول لك لا تهدم سياجا الا اذا عرفت سبب بنائه، لحتى اللي نقدر نهدم هالسياج هذا لازم نعرف نحن ليش انبنى. انبنى لحتى يقدروا يحطونا يستعملونا كأغنام فيه، يقدروا يسيطروا علينا فيه ويقودونا مثل ما بدهم، مثل ما بدهم هن. على الاساس بما انه نحن راح نعرف سبب بناء هالسياج، لازم نشتغل ضده. أنا لا راح أوقف مع ديكتاتور، لا راح أوقف مع طائفي، لا عرق لا لون ولا هالقصاص. أول شيء بتخلى عنهم كلياتهم، برفض هالموروثات كلياتها، بصفي همي مستقبلي الأفضل. كيف بدي أبني مستقبلي بدون ما يهمني كلام فلان وعلان وغيره وغيراته؟ أنا بهتم لنفسي، بحمل كتاب وبروح بقرأ لحالي، خلي الناس تتمسخر لا تشبع. عندها بالضبط. مجرد انت بتشوف اذا هل مثقفينك هيك، هلا روح ارفع كتاب بسوريا بده يتمسخر عليك، يعتبروك للأسف طنط عم صحيح. بيقرا كتاب عامل فيها مثقف وعامل فيها كذا. بالضبط بالضبط. أخي وديع، في عنا اتصال من الأخ جون. أخي جون تفضل إذا سامعني. علي صوتك، بس خلي الصوت يصل لأن الصوت ما عم بصل. تفضل جون. لا الصوت واطي كتير بصراحة. شوف الصوت عندك، الصوت كتير واطي يا أخي جون. إذا بيمشي حال الصوت خليه يكتب طيب الكتاب. طيب طيب انت لما ما تصلح الصوت عندك جون، حاول يعني لما ما تصلح الصوت عندك، يعني انا راح يعني حلقتنا شوي ما يطول اليوم، فبدنا انا بدي أسأل اخ وديع سؤال. نرجع لموضوع الإجهار بالإلحاد بصراحة، يعني كيف بتقيم حملة إجهار وديع؟ أنا وقت اللي أول ما قلت لي إياها، أنا ما كنت للأسف ما كنت أشوف
الحملة بسبب إهمالي، يعني أنه ما عندي إلا نفس مش كتر، لأنه من مليون صفحة لحتى تشوف لك شيء بوست مثل الخلق، ذاك بطلت تشوف. وقت خبرتني عن هالحملة يعني ما بدي أقول لك كيف حسيت هيك بفرح، حسيت في أمل، في أمل، وخاصة شفت هالكم الهائل من الناس، من الأحبة، الأصدقاء، الزملاء، اللي كل واحد ماسك قلمه ونازل ينشر، نازل يكتب، حرروا نفسكم. يعني شفت في أمل كبير، حملة رائعة. باب أنا بالنسبة لي كمؤسس لمنظمة صوت العقل، ما بعتبر هاي الحملة تبعكم ما بتقل قيمة عن منظمة صوت العقل. حملة رائعة بكل معنى الكلمة، بشجعكم عليها، وأي شيء بقدر أدعمه أنا جاهز. تسلم اخي وديع، تسلم. نشوف الصوت عند الاخ جون. اخي جون، صوت ما في صوت نهائيا، ما عم بقدر اسمع شيء نهائيا بصراحة الا بشيء بسيط كثير. ما في صوت نهائيا، اسف كثير جون، اسف كثير. انا بشجع اصدقائنا انه يتصلوا فينا ويطرحوا افكارهم. وعلى كل حال يعني مثل ما قلت انه هي بس حلقة تعريفية، ونحن بنعتذر على الصورة. أكيد في الحلقة القادمة راح يكون صوت وصورة، وصورة كتير واضحة وجيدة. يعني شو كنت فأخي وديع، يعني أنت بما أنك حكيت لنا عن منظمة صوت العقل، يا ريت تعطينا فكرة. أنا آسف كمان ما عرفتك إنه مؤسس منظمة صوت العقل، أو يعني فتعرفنا على منظمة صوت العقل. على فكرة أنا بكتب في منظمة صوت العقل يعني من 2013 تقريبا. تفضل أخي وديع. ايوه انا من متابعين لاشعارك الحلوه، يعني اسلوبك تسلم. كثير مميز. صوت العقل صديقي، منظمه فكريه، مساحه حره، هو اول مشروع من نوعه في الشرق الاوسط. منظمه فكريه الى اهداف رائعه جدا، ممكن قراءتها على الموقع. في الى مشاريع كبيره كثير كثير كثير، يعني بتبلش من الكتابه كمنبر، للكتب المجانية، حتى الكتب الطباعة ترجمة والقصص هاي كلها، لعمل ندوات ثقافية لتبادل الكتب، لمؤتمرات ثقافية. هالقصص كلها هاي موجودة بصوت العقل، بس للأسف كتير أشياء ما قدرنا نشتغل عليه نتابع فيها مع أنه بلشنا. كان في عنا راديو، كان في عنا ترجمات، كان في عنا كتير قصص، لأنه مثل ما بتعرف الناس كيف صار التدرج بالفيسبوك. يعني الناس أول شيء شافوا شيء جديد ما في منه، تشجعوا، وهالشجاعة هي كانت للأسف انهار نهارين. الناس 5 دقائق بتبطل ترد عليك، ناس تابعت شوي وملت، أو ناس حبت تصير ما بعرف كيف. المهم صار في تراجع، بدءا من المجلة للراديو اللي عملنا فيه حوارات كتير وهالقصص هاي، صار لأنه التدرج بالفيسبوك صار انتقل من الجديد للاهتمام بالأبحاث، للاهتمام بعدها بالمقالات، بعدين نصفى أي بوست مكتوب بقرأ المزيد بطلوا يقروه، بعدين حتى الجمل المختصرة بطلوا يقروها، صار يتجهوا على الصفحات السافلة. الصفحة اللي كنت عم أحكي لك عنها من شوي فيها مئات الآلاف، فيها عشرات الآلاف من اللايكات والآلاف من التعليقات. يعني ما عندهم وقت ليقروا لصوت العقل، ليقروا عندنا نحن عندي اكثر من 1000 ما بعرف 1100 كاتب وباحث، وناس معروفين وكل واحد عنده قلم مميز فيه، ناس معروفين من لبنان، من سوريا، من الاردن، من اليمن، من السعوديه، من كل الدول، ناس على مستوى اقلامها حق ملايين اذا بتتمن بالمال. مع ذلك ما حدا عم يشيلهم من ارضهم. ليش؟ الناس ما هذا الشيء اللي كنا نحكي عنه، لتتخلص من هالسفالة الاجتماعية، من هالركاك الدينية والانحطاط الاجتماعي بشكل عام. بدك تخلي الناس تمسك كتاب تقرا، يعني بس خليه واحد هيك تقدر تركز عيون واحد على بوست او على مقال بس 5 دقائق بدون كلمة ها 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 ونورت وما بعرف. يعني شوف كل واحد بيحط لك صورة بيقول لك نورت، انا بس شوف هالكلمة بحس هيك راسي لمبة، يعني انه نورت.
ما في اهتمام يا صديقي، ما في اهتمام، ونحن عم نعمل نكافح لها القصة هاي، عم نعمل الشيء اللي نحن قادرين نعمله بالوقت الحالي. يعني في عندي في معنا فريق، مع انه صغير بس عم نقدم شيء كتير. هذا الشيء اللي قادرين نعمله فوق طاقتنا. ثلاث ارباع الناس بسوريا، وبعض الناس يعني بسوريا، بس تقول بسوريا ما في انترنت، ما في كذا، ومع ذلك عم يقدموا شيء. وفي ناس خارج سوريا بس حياة جديدة بلشوها، ولغة جديدة، والله هي كلها أنا ملتزمات، بس مع ذلك عم نقدم الشيء اللي نحن فيه. وحاليا كم يوم راح يخرج للنور صوت العقل الجديد، موقع جديد أحدث أسرع وأخف كتير للناس اللي حابة تقرأ. للأسف وديع، يعني بصراحة مثل ما قلت أنت، يعني إنه القراء عنا قليلين، وهذا أنا بشخصي يعني بعتبر إنه محمد كان قدوة. يعني هلا هو أنا بقوله قدوة حسنة، الحسنة هي أنا طبعا بنختلف فيها كثير، يعني هو قدوة بكل معنى الكلمة. يعني لما بيقولوا إنه نبي أمي، والمسلمين هو قدوتهم الأولى، يعني محمد هو قدوة المسلمين، فالنبي أمي والنبي قدوة الناس، فأكيد يعني شيء حتمي إنه تطلع أمية لا تقرأ أبدا، وهذا الشيء الطبيعي، يعني شيء طبيعي. يعني أنا بقول لك اقرأ، شو تقرأ بكتاب تبع القرآن هذا؟ بيقول لك اقرأ، ابدأ بيقرأ، بدأ القرآن بيقرأ، شو بدك تقرأ إذا أصلاً ما بيعرف يقرأ؟ يعني طيب اقرا الاحاديث، ودخل عليها وبرم على 9 نساء من زوجاته وبيبرمي بساعه واحده بخلطه واحده، وكيف شالت عائشه المنية عن التوبه، وكيف فركته بوجود مالك وبوجود يعني سفاري. شو بدك تعمل؟ المصيبه يا صديقي مو هون، المصيبه انه هذا الدين هيك اصله الناس عم تتبعه. بس شو رأيك إنه في نفس التخلف عند بقية الطوائف وبقية الأديان اللي بتدعي إنه هن أفضل؟ المشكلة إن نحن كشعوب شرقية يعني تعربنا أكثر من العرب وأسلمنا أكثر من الأسلم، رغم إنه عندنا أديان أخرى، عندنا طوائف أخرى، جميع الطوائف. ما في شيء أحسن. يعني ممكن أنا ك طائفة أخرى أو دين آخر ممكن البس لي شوي، او اطلع امسك وحدي وامشي وياها. لا تفكر هذا التطور، نحن شعوب مسكت الحضاره من مؤخرتها، لانه نحن بنحب المؤخرات، شعوبنا نحن كلها من المؤخرات، مسكنا حتى الحضاره من مؤخرتها. بالضبط بالضبط. بدليل انه نحن الحضاره عندنا انك تلبس تتشيك شوي، تعمل هيك تتضيق، تلبس قصير او كذا ومكياج، وتلبس وتشتري تبيع بيك وامك والبيت وكذا واطفالك وتجيب سياره. هاي هي الحضاره. وتيجي تقول له لواحد، انا يا رجل انا قريت امبارح جمله بكتاب، لك كتاب كتاب يعني انا ما فيني اصدق هالكلمه، كتاب عم تقول لي صرت مثقف؟ صارت الثقافه شتيمه، صار انك اذا شلت كتاب هلا ما كنت فلاح انت بالزمانات. يعني بالزمانات شو كان افضل مثلا حال من هلا؟ هيك هيك ماشي نحن. في عنا تعليق جانا من الأخ عبد زالات زالات أظن، يعني يقول: لم تلاحظ الأمر يتم تطبيقه على عدة مستويات، ماذا تفعلون حتى تريدون ربط الثور بالعربة؟ تقومون بخصمه بتدمير طاقته الجنسية، وهل راقبتم بعد المسافة والفرق الهائل بين ثور مخصي وثور عادي؟ المخصي مسكين عبد ومطيع، الثور العادي يحيا مجده وسحره وجماله، راقبوه يمشي ستجدونه يسير وكأنه امبراطور، وراقبوا مخصيا يجر عربة واحدة، انظروا خلفكم وسوف تجدونكم تجرون آلاف العربات، ستجدون العربات خلفكم وقد تم ربطكم بها. بصراحة يعني شيء ما واضح بالنسبة لي كتير، يعني ما بعرف وديع إذا القصد اللي بيقصده هو انه في ناس كتير محكومين بهالشيء اللي هن فيه وما قادرين، مخصيين
هذا انا ممكن كنوع من انواع الشعر او الندب الذات. نحن مخصين، نحن ما قادرين نعمل شيء. لا قادرين قادرين، بس اعطيني مثقف ومثقف او مثقفي ومثقفي بيتفقين مع بعضهم. لك اعطيني اثنين مثقفين عاملين مشروع يتفقوا مع بعضهم، ما كل النهار. ما هو المثقفين بينه وبينك انا احتمال بعد او صارت تقول له واحد انت مثقفه، كانك عم تقول له يا ابن الكذا والكذا، صار شتيمي. لانه بس تقول ثقافي مثقف، انت عم تقول تفرقه، عم تقول كذب، عم تقول استغلال، عم تقول هبل، عقد نقص للي بيحاولوا يحصلوا عليها من الفيسبوك. طيب انا كقارئ ليش لاسلم نفسي للكاتب الفلاني اللي وقف مع النظام ولا المعارضه ولا اللي وقف مع ملك السعوديه ولا وقف مع بوش ولا غيره وغيره؟ ليش لاسلم نفسي له؟ مين هذا الكاتب؟ مين هذا المفكر؟ بلا مفكر بلا بطيخ. انا رب الفكر كشخص، انت رب الفكر، عندك عقل قادر. راه في مليار كتاب عن الفلسفة، عن الـ عن الـ ألف قصة، مدري قادرة إنك تغير عقلك اللي تقراه. اكتب بنفسك، احكي مع الناس اللي حواليك، بلش من الناس اللي حواليك وتجمعوا بنفسكم. ملو شيء، لو كل واحد منا عمل هيك كنا قادرين نغير وبسرعة. بس يا صديقي، إذا ما عندنا منبر واحد، وكتر خير اليهود اللي اخوة القردة والخنازير والما بعرف شو اللي رايحين على الجحيم، اللي عملوا فتحونا فيسبوك، واللي فتحونا يوتيوب، واللي فتحونا جوجل وغيره وغيراته. ولا لهيك شو كنا نحن اللي عم نعمل؟ ما انا قادرين. لا في عنا مطابع تنشر كتبنا، ولا عنا منابر. في منابر، ما الانترنت من كم سنة دخل على سوريا وعلى كثير مناطق من الدول العربية. صحيح صحيح، هو للأسف الشديد يعني نحن مثل ما الأخ إسماعيل مقدم برنامج البط الأسود كان معي من كم يوم على حلقة، قالنا نحن التيشيرت اللي عم نلبسه ما هو صناعتنا، النظارات اللي بنحطها ما هي صناعتنا، الضوء كل شيء نستعمله نحن عالي أصلاً على يعني تمسكنا بهالدين هذا بالإسلام خصوصا، يعني جعلنا عالي على الناس يعني للأسف الشديد. الأخ صحيح، اللي في شغلة، في شغلة بلا ما أقطع حديثك، فاهم علي شغلة؟ في أنا بعتبر تحية أول شيء للصديق ده، في بمصر وتونس، هي الدول اللي بتعجبني فيها الحركات العلمانية. بمصر في حركات علمانية عم تصرخ. ليش؟ في عندهم كان فرج فوضي. فوضي طلع على مناظرات على التلفزيون وكان يصرخ، وما كان مهتم بشيء من الأخطار اللي كانت حواليه. خلق جيل، قدر يخلق جيل. ما كان مسيح جوخ لا نظام لا لمعارضة لا إسلام لا مسيحية لا لغيره. قال رأيه بكل صراحة. والجيل بتونس ولد على العلمانية، عندهم حركات علمانية، عندهم مناظرات، عندهم ندوات، عندهم توزيع، عندهم كثير مشاريع. يعني هنن بمصر وبتونس سابقين بقية الدول بألف مرحلة، حتى لبنان تاعت الشرطات والغير وغيراته على أساس التحرر سابقيننا بألف درجة. أنا بيعجبني كتير كتير الموضوع عندهم. طالع لي ملحد يحكي عن بسوريا، يحكي عن الإسلام والمسيحية، مثل ما طلع صديقك على المحطات كتيرة بمصر. يعني انا برايي الشخصي انه المشكله بسوريا والعراق حكموا ان حزب البعث يعني، وحزب البعث يعني شايفين الترك اللي عافى لسوريا والعراق، يعني انا اظن كان قاسي كتير كتير على السوريين، ونتيجة انه يعني خلف لنا مثقفين امثال الكيالي اللي سمعان فيه ما بعرف. طيب ليش نحن نشوف محافظ الألقاب طبعا بين فرج وغيره وغيراته. محمد الماغوط كان صرخة قوية، ما حدا سمع. بتعرف ليش؟ مين اللي بيقرأ؟ المتعلمين بسوريا حاملين كلمة ثقافي، مع إنه في فرق بين الثقافي والعلم، فرق كالدماغ والخصية، مع ذلك حاملين لواء الثقافة. شافوا واحد اسمه محمد الماغوط ما معه شهادة ابتدائي،
او ثانوي او اعدادي، انه الفقر كان يقتله قتل معروف، مثل زكريا تامر كمان نفس القصه، ما ادري كم تعليمه. انا بدي انشر، انا طبيب مهندس بطيخ، بدي انشر كتاب لو واحد ما معه مو متعلم تاسع. لكن فرجيني ثقافتك، اذا انت مفكر لحالك كمتعلم فكر حالك مثقف اكثر من محمد المغوط، فرجيني ثقافتك. على هالاساس محمد ساقو محمد المغوط عاش كل عمره ولا شيء بسوريا، مو معروف، ناس عرفته هلا بعد ضد، يعني كان معروف على نطاق ضيق جدا جدا، وعرف انعرف اكثر من وقت اللي تبنوا بعد مسرحياته، صارت مسرحيات يعني عن الاساس هذا انعرف شوي، وبعد كتبه قدرت توصل للخارج وترجمت انعرف شوي، وهلا انعرف اكثر واكثر من خلال الفيسبوك. غير هيك من هيك راح نعرفه؟ ما انا بذكر ما عندنا كان اول شيء مكتبي بكل الضيعه، وتنزل على المدينة بتفتل كل المدينة غير أبو صحيح البخاري وصحيح بطيخ وابن تيمية ومطيخ، بدك تركض شيء 700 سنة لتحصل على كتاب ثقافي، ومنين لا في إنترنت ولا تلفزيوناتنا بتحكي عن شيء ثقافي ولا مدارسنا بتحكي عن شيء ثقافي. يعني أسماء فلاسفة ما بنعرف، كتاب من عندنا، من نحن وقت اللي بلشنا حملتنا بصوت العقل شخصيات الأسبوع، نكتب عن شخصيات من كل الشرق الأوسط، في ناس ما كنت اسمعها مع اني انا صرت اكل الكتب، في ناس انا ما بعرفهم بالاسم، لانه اعلام مهمل للناس المثقفه، الناس اللي عم تقرا ما عم ينشروا، لانه هداك الجيل كان يهمه ثقافي ما يهمه شيء مظهر تاني، تمسيح جوخ لهي الفئه او تلك الفئه. هاي مشكلتنا يا صديقي. للأسف الشديد أخي وديع، للأسف الشديد. يعني الأخ اللي كتب التعليق هو عم بيقول أنا اسمي عابد، وتشرفنا فيك أخي عابد على كل حال. طيب وديع، أنا نحن مشان ما نطول الحلقة كمان في عندي سؤال أخير تقريبا. الحركة اللي صايرة هلا، في ناس بسموها ظاهرة الإلحاد، في ناس بسموها يعني تعددت الأسماء. الحركة اللي شايفها أنت، الحركة التنويرية خلينا نقول الموجودة هلا على الإنترنت، وشكرا مثل ما قلت لليهود والأحفاد القردة والخنازير إنه جابوا لنا الإنترنت حتى يعني تصير عندنا حركة تنويرية، على الأقل تسمى حركة تنويرية يعني بمقاييس معينة. برأيك لوين رايحة؟ يعني خلينا نقول المستقبل القريب 10 15 سنة تانية، يعني كيف هل ممكن تساوي تغيير على أرض الواقع الشرق أوسط التعيس للأسف؟ تفضل. أنا بقدر جاوبك أنا على المستقبل، من ناحية المستقبل إذا شفت خمسة مثقفين عاملين شيء مشروع متفقين عليه ساعتها ممكن يكون في مستقبل، غير هيك ماني شايف شيء. ثانيا، وقت اللي ليش الناس عم بتردد شو هو الإلحاد؟ لا، اللي شو هو الدين بعدين اللي شو هو الإلحاد؟ ليش انت ما الالحاد انت عم تعكسه للدين؟ معني انا ما بعكس الالحاد للدين، مثل ما قلت لك عكس الدين هو الحب، بس وقت اللي عم تعكس الالحاد على الدين، معناته اول شيء عرف لي شو هو الدين قبل ما نحكي على الالحاد. وقت اللي انت عم تجي الالحاد بتقول له هذا بيعبد الشيطان، الالحاد تخيل بيقول لك هذا بيعبد الشيطان، هذا بينام مع اخته مع امه، وهذا ما عنده مبادئ ما عنده اخلاق، على اساس انه قبل 2000 سنه قبل ما تجي هالاديان الارهابيه على اساس انه كان العالم بلا اخلاق، مع انه من الف قبل 2000 سنه كان رب الحضارات والاخلاق والعلم، وقت اللي اجت هالاديان ما ضل عندنا شيء. لذلك عرف لي اول شيء الاديان لاعرف لك الالحاد، ساعتها اذا عرفت لي الدين ما فيك تجي وقت اللي لك انا الدين سافل، الدين عم يشجعك انت من خلال خاصه الاسلام، الدين هذا قتل امه من فتره، قتل امه تخيل. شفناها اذا للأسف، شفناها. ايه ساعتها انت ما فيك تجي الى الالحاد بيقتل امه، ما انت عم تحكي عن شيء عن الدين هو نفسه. لا، الالحاد انا خلاص يعني انا ما بسمي حالي اول شيء ملحد، لانه انا عندي دين، انا فيني اقول عندي دين، انا دين الحب، والهي الهي امراه اعلنها، انا لذلك ما انا ملحد. الحد شو هو؟ ما بعرف كيف وصفوه لهذه الكلمه. انا من ناحيه الدين انا خلاص مليت من رب على التخلف، واكلنا الندم على شيء عشته بها بقمه التخلف،
الدين ممنوع تقرب على الكتاب، ممنوع تقرب على ثقافة، ممنوع تقرب على محبة، ممنوع تقرب على الحب. المحبة حتى اللي على أساس بيتغنوا فيها، المحبة هي ضمن القطيع نفسه فقط. ممنوع تحب حدا من طائفتك الثانية، من دينك الثاني. المحبة، تخيل، المودة ممنوعة حتى بين الأديان والطوائف، فما بالك بالحب. صحيح. الشيء اللي بيقودك، الشيء اللي احنا اللي نحن نحكي فيه بتفاصيل اكثر ومع امثله كثير وبادق، نمسك كل موضوع، لا حكينا عن 2000 موضوع، اللي شيء كل حلقه راح نحكي فيها بموضوع مخصص، هو شو اللي شيء ما هني بيقولوا الحاجه ام الاختراع. طيب انا الاختراع اجى من شو؟ مو من التفكير، معناته صار باسمه الصحيح الحاجه ام التفكير. وحاجتك انت كل ما احتجت، كل ما اندفعت للالحاد، اول شيء راح كل ما شعرت بالحاج والفقر، يا الله ساعدني وكذا وكذا، وبس بالنهايه راح توصل بالنهايه، إيه لو بده يساعدك ساعدك، لو في اله كان ما صار فيك هيك. كل ما زادت حاجاتك راح تندفع للالحاد. اول حاجه هي الحب، هذا اكثر حالي بتعيشك تناقض صارخ بحياتك. حب، السلام الداخلي، شو قصة في يعني الاكتفاء الذاتي، هالقصص هاي كلها تدفعك للإلحاد بمفهوم الدين، يعني انه خلاص انا ما بدي أؤمن، بدرجة بدليل انك اذا جيت عشت هون ما بتذكره للإله خالص، ما بيخطر على بالك تذكره، لانه في شيء مين عم يدبر لك راتبك، في شغل، في اكل، في امان، في كذا، ما تتذكروا للإله. وقت اللي بتروح بتعيش في سوريا، بمصر، ما بعرف وين، بهالدول اللي فيها إرهاب ديني، ساعتها بتقول ما عندك، محتاج وينك يا رب، ساعدني يا رب، وما خلصني من هالقصص يا رب. لو بدي خلصك بالنهاية راح توصل لعكس الدين. صحيح صحيح، وبصراحة معك حق. يعني المشكلة هي إنه يعني ما بتوجه للإله غير الفقراء للأسف الشديد. يعني هن المضحوك عليهم أصلاً بفكرة الإله، ويعني مثل ما بقول ممصوص دمهم بالفكر الغيبي هذا للأسف الشديد. احنا عنا ال ال تفضل. تفضل لا، اكثر شيء. والله أنا بصراحة كنت أقول إذا في عندك كلمة أخيرة، يعني إذا في عندك شيء تضيفه تفضل. في شغلة حابب أقولها للملحدين أو اللي بيحملوا هالاسم، هي ما فيني أنا، خلينا على اسم، نرجع لاسم الحملة تبعكم، أجهر بالإلحاد. أتمنى الناس تعرف شو المقصد من هالكلمة، أجهر بالإلحاد. أجهر بالإلحاد يعني أنا بقول لهم جاهروا بحبكم، لأنه هو الإلحاد اللي بيقصدوه هو الحب، حب لأمرأة، حب للحياة. جاهروا بمغامراتكم، بحريتكم، حبكم لها الشريك أو الشريكة. خلوا الجميع يشوف الفرق بين حياتكم الحرة، ابتعادكم عن الموروثات، عن التخلف اللي كابت كان على جسدنا، على صدورنا، والحال اللي عايشين فيها هنين. خلي يشوفوا هالفرق، يعني حياتهم قاسية ووضيعة جدا. يعني في مثل، خليني أخذ من وقتك شوي كمان، نطول الحلقة دقيقة. لما كنت بالجيش كان معي بدوي من حمص، كان مسمي حاله بركان، الشخص ابدا ما يعني كان ضل لاصق فيه على كذا، على حكياتي وعلى قصصي وكذا، كان يضل ملتصق فيه. ما ناقشته يوما ما بالبدوني تبعه او بالدين تبعه، بس كان يضل يلاحقني. من قربه مني خلاه يعرف اني ما بملك المال ولا عائلتي، يعني نحن انه انا تحت الخط الفقري ب7 كيلومتر. مع هيك كان يشوف الاناقه رغم البساطة، ابتسامي رغم الفقر، آمال كبيرة بالحياة رغم الضغوط. يعني لدرجة إنه وقتها قال لي يا رجل أنا بملك الملايين، وبملك أغنام وألوف من السيارات والأراضي وزراعية وهالقصص هاي، بس مع هيك بتبين أنت أغنى مني وعجبتك الحياة أكثر مني. تخيل، يعني وقتها ما ناقشته ببدونته المتوارثة،
انه بسبب سبب الفرق بيني وبينك هو البدونه ولا بدينه ولا شيء. قلت له وقتها استعملت كمان لغه جسد، قمت وقفت هيك بالغرفه واتجهت لعند الشباك وحكيت، قلت طلعت هيك للسماء قلت له انا لو بملك اللي بتملكه انت كان في اسطوره تتداولها كل الناس اسمها اسطوره وديع فلان بدل روميو وجولييت، يعني انا كفقير عايش اللي شافته انت، فما بالك لو معي مصاري كنت عشت الحياه مثل ما الناس تتداولها على شكل اساطير. أظن وضيع، فلذلك وديع أظن يعني إنه الفرق بينك وبين البدوي هو الحب صراحة، يعني هو ايه طبعا ايه هو انسان مثله، ابن بيئه فقيره ببيئه بدويه وانا ابن بيئه ضيعه فقيره معدومه هيك، بس الفرق بينه وبينه هو الحب. انا حبيت لذلك رفضت كل هالموروثات، لانه انا خلاص يا اما حب يا اما موروثات، بدي اتحرر اتجهت للحب. وهيك انا بقول للناس اللي بتحمل كلمه الحاد، فرجوا الناس اخلاقهم، فرجوا الأخلاق تبعكم، فرجوا الناس طريقكم بالحب بالعيش بالتعامل مع الناس، اتركوه لحاله راح يعيشوا التناقض له أول ما له آخر. لا تفكر هلأ أي نقاش بالدين راح يكون شيء جديد، الدين قتل بحثا، يعني ما ضل شيء عن أنا عن نفسي عن كتابات المتواضعة، ما ضل موضوع ما ضل زاوية بالدين ما كتبت عنها. وأكثر أكثر شيء شملته بكتابي الإسلام أفعال ونصوص، رحلة العقل عبر التاريخ، شملت كتير قصص، يعني أنه ما بقى في شيء بدي نحكي عنه، خلى الناس بدي حاكيك بيناقشك بدينا حط له كتاب حط له بحث وكفت طريقة لا تناقشوه ما راح يفهم، خليه فرجيه الفرق بين عيشتك وعيشته وراح يبحث بنفسه عن السبب عن الفارق اللي خلاه يعيش أفضل منه. صحيح صحيح، يعني مثل ما قال الأخ وديع، يعني حب وتصحب، يعني فالحب بصراحة لما نحب بعضنا ما بيتم أسباب الخلاف وأسباب الحقد وأسباب هي كلها بتموع لحالها تنتهي، يعني الحب هو الأساس في الحياة، وأنا بتمنى بصراحة إنه الناس تحب بعضها، حاجتنا حقد، يعني خلونا نحب أقل شيء، نحب أطفالنا أكثر من كرهنا لبعضنا، ومن من 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 التراث اللي ورثناه هذا، وكله حكي فاضي بحكي فاضي. ومثل ما قال الأخ وديع، يعني بالفعل يعني حكينا بالدين كثير، ما تم نقطة بالدين إلا ما انحكى فيها، ولا ما تفسرت، ولا ما أخذت مجلدات يعني العالم كتبت فيها. طيب أخي لذلك وديع، تفضل. انصح الناس، انصح اصدقائك مثل ما بنصح اصدقائي، عيشوا حبوا، متى ما راح تحبوا راح تتحرروا روحكم، راح يعم السلام الداخلي فيكم، راح تكون معاملتكم طريقكم التعامل مع الناس مختلفة، مع الأطفال مختلفة، مع الدنيا كلها بشكل مختلف. لذلك خلي نصيحتك فقط تكون عيش حياتك، روح حب، راح تصير شاعر، راح تصير كاتب، راح تصير فيلسوف، راح تصير الأم تريزا، يعني رب السلام راح تكون، راح تكون رب الأشياء الحلوة بالدنيا. بالضبط بتشكرك هلا أنا على الحلقة الحلوة، وبعتذر كثير بسبب مشكلة الإنترنت. ولا يهمك، انا كثير بشكرك اخي وديع بصراحه، واعطيتنا من وقتك هالساعه هي، وبشكرك كثير عليها. وطبعا نوعد اصدقائنا المشاهدين انه في عنا حلقات جايه مع الاخ وديع، وانا متاكد الصوره راح تكون موجوده، وتكون يعني افضل بكثير من البث الموجود حاليا. ونحن بصراحة يعني يا ريت كان عندنا إمكانيات نقدر يعني نساوي مثل التلفزيونات، بس للأسف عندنا هذا، وشيء جيد عندنا هذا، يعني فالإنترنت يعني موجود وبنقدر نساوي. طيب شكرا كثير أخي وديع، وشكرا لكم أصدقائي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. شكرا وديع، شكرا لك. يلا.
باي.